التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الباكستانية اسلام اباد مع معالي الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقه بتعزيز مسيره التعاون الخليجي المشترك والجهود التي تبذلها الامانه العامه لتنفيذ قرارات المجلس الاعلى لمجلس التعاون والمجلس الوزاري الهادفه الى دفع مسيره العمل المشترك نحو اهدافها الساميه وتوطيد علاقات التعاون بين مجلس التعاون والدول والتكتلات العالميه